نستمر مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم متابعينا امام الشاشات. شوط ينتهي وشوط يبدا، دائما والامال تتجدد على ارضيه ميدان المرموم تحفه ميادين السباقات. ننطلق مع الجوله الثانيه ومع المحليات الاصايل المنطلقه في هذه اللحظات. هيا على المركز الاول، هيا واحمد بن سالم بن سعيد بن منان يتقدم على المركز الاول قائدا لمسار هذا الشوط. مشغله القادمه وشعار قماري في يوم الامس في ميدان سيف العرب، حمد بن معيوب بن محمد العامري قادم مع مشغله على المركز الثاني. المركز الثالث مداهم القادم حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم على المركز الثالث. رابع المراكز نتابع، ثماني القادمة محمد بن سعيد ممهير بن حماد درمكي يتقدم على المركز الرابع، وشعار متعود صاحب شوط المحليات يأتي في هذه اللحظات من الجانب الآخر مع انطلاقته وتحدياته. هذه ثمينة حمد بن سالم بن حمد العامري، وصل كذلك شعار وزن سالم بن سلطان بن سالم بن متعب العفارية يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. سابع المراكز نتابع الأسماء من الجانب الآخر من السياج الخارجي، التسللات القادمة من جواهر سهيل بن علي بن عبيد الأقفلي القادم، وصل كذلك مع الوثبة هزاع بن غلام بن موسى البلوشي القادم، وصول كذلك من انطلاقة وتحديات المركز التاسع. هذه شموخ علي بن محمد بن علي بن شرارة الكتبي يتقدم مع انطلاقته وتحديات شموخ، وصول من قبل انطلاقة ثمينة مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي يتقدم مع ثمينة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة الحاضرة على أرضية هذا الميدان. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. هيا على المركز الأول في مقدمة هذا الشوط يتابعها المتحدي هنا في هذه الانطلاقات. أحمد بن سالم بن سعيد بن منان يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني وزن القادمة وزن سلطان بن سالم بن متعب العفاري يتقدم في هذه اللحظات بن معيوف مشغلة حمد بن معيوب بن محمد العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع مداهمة حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقته وتحدياته، مداهمة على المركز الرابع في رابع المراكز. الدور دور المركز الخامس وتابع المركز الخامس. هذه الوثبة القادمة هزاع بن غلام بن موسى البلوشي القادم مع الوثبة، وثمينة حمد بن سالم بن حمد العامري القادم مع ثمينة، وصول كذلك من شعار ثمينة مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي. وأتابع المركز الثامن بعد مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات منتصف الستة نتابع جواهر، يقدم شيء من الجواهر سهيل بن علي بن عبيد الأغفلي يتقدم في هذه اللحظات الأغفلي مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط. وصول كذلك من شعار المتقدم والمنطلق مع أول ندى، هذه صيد علي بن خميس بن محمد الخذيري القادم من السلطنة قادم يقدم صيد، وشموخ القادمة علي بن محمد بن علي بن شرارة القادم مع شموخ
وصول من سمحة ويتابعها في هذه اللحظات سعود بن علي بن عامر اليابري القادم والقادم نسيم حمد بن سيف هذا بالشاوي راعي نسيم القادم في هذه الانطلاقات يتقدم مع هذه التحديات راعي سكر في يوم الأمس في سن اللقاية هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لكن بعود إلى الصدارة غيرت في هذه اللحظات وزن غيرت سلطان بن سالم بن متعب العفاري يقود الشوط ولكن شوف التغيير شوف التبادل عندما بانت لوحة الاثنين كيلو متر مداهمت على الصدارة تقدمت بشعار الشقية حمدان بن سعيد بن يابر يتقدمون اهالي ند الشمة في هذه اللحظات مع هذا الشعار بمتابعة وانطلاق وتحدي ما شاء الله تحمل كينج الأرقام الرقم 11 المركز الثاني هذه هي أحمد بن سالم بن سعيد بن منان القادم بن معيوف قادم رعي مشغله حمد بن معيوب بن محمد العامري والمركز الرابع عادة وزن سلطان بن سالم بن متعب العفاري القادم وصيد يلا يا راعي صيد علي بن خميس بن محمد الخذيري قادم مع صيد في هذه اللحظات على المركز الخامس سادس المراكز وصول من جواهر سيل بن علي بن عبيد الغفلي قادم مع جواهر وكذلك قادمين مع هذا الانطلاق نسيم حمد بن سيب راي بشاوي الغفلي قادم مع نسيم والقادمة سمحة سعود بن علي بن عامر اليابري واختم نداي مع ملوحة احمد بن مطر بن مايد الخيلي القادم مع ملوح المركز العاشر نقترب من الكيلو متر الاخير واعود الى الصدارة اعود الى المقدمة مداهمة حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم على المركز الاول يبحث عن ثاني الجولات عن خامس الاشواط مع المحليات الاصايل يوم الاذاع يوم الابداع المركز الثاني والامتاع يا سلام وزن العفارية وهيا مع بن منانة على المركز الثالث وبن معيوف العامري مع مشوله وصيد الخذيري قادمه صيد يا سلام اسم المميز حذاري من هذا الاسم وصلت جواهر سيل بن علي بن عبيد الغفلي القادم مع جواهر ولكن مداهمة على المركز الاول حمدان بن سعيد بن يابر وزن القادمة وزن سلطان بن سالم بن متعب العفاري على المركز الثاني صيد الخذيري قادمة صيد بدأت تتسلل من مركز الى مركز علي بن خميس بن محمد الخذيري القادم ولكن مداهمة تحمل كينج الارقام حمدان بن سعيد بن يابر الشقي ند الشبه سلام ند الشبه تحية واحترام دائما لهذا الشعار اللي يمثلهم دائما في عالم الاصايل خير تمثيل احد الشعارات القادمة من ند الشبه سلام حمدان بن سعيد بن يابر سلام المركز الثاني هيا لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة المركز الثالث وزن سلطان بن سالم بن متعب العفاري والجواهر السيل بن علي بن عبيد الغفلي والخامسة صيد لعلي بن خميس بن محمد الخذيري هكذا هي النتيجة عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مداهمة في هذه اللحظات توقيتها 9:17:4 من الثانية تانين والناموس حمدان بن سعيد بن يابر المركز الثاني وتابع المركز الثاني هيا لأحمد بن سالم بن منان 9:18:5 من الثانية المركز الثالث وزن 9:19:5 من الثانية هذه وزن تانين والناموس لسلطان بن سالم بن متعب العفاري تانينا والناموس للجميع.